واش راكم؟ السلام عليكم، كنتمنى تكون كامل بخير مرحبا بكم في فيديو جديد ويكون في نهار جديد. الفيديو ديال اليوم غندوي على واحد الحاجه اللي بزاف لي ميساج كيوصلوني في الانستغرام فيسبوك، بزاف الناس كيسولوني هذا السؤال، ديما كيسولوني اي يوتيوبر اي فلوجر اي واحد كيجي هذا السؤال هذا، اللي هو اش من الابليكاسيون كتمونتي لي فيديوهات ديالك. انا غنوريكم واحد الابليكاسيون تطبيق كاين في بلاي ستور غير ديال المبتدئين، الا بغيتي تبدا اليوتيوب بغيتي تعلم المونتاج غنوري لكم، ولا غنوريكم دابا كاين بلاي ستور تطبيق لي ساهل فابور باش تهزو تحطو عندك في التليفون، ساهل ما حتى باش تمونتي بيه راه ساهل. هادشي لي باغي يبدا اليوتيوب ولا شي حاجة باغي يبدا المونتاج يتعلم المونتاج شي حاجة لي صعيبة، وغندخل للداخل ديالو غنوريكم كيفاش كيمونتي والداخل ديالو، لي حاجة واحد الحاجة لي ساهلة ماشي معلقوش شي صعوبة، معلقوش فيه حتى شي صعوبة. هاد التطبيق لي معروف الناس صحاب واحد كيخدم بيه، أنا براسي غير خدمت بيه حتى عييت فاش بديت اليوتيوب، بديت بيه هوانيت ماشي زعما بديت بشي حاجه بي سي ولا شي حاجه غير بالتليفون، ومازال حاليا كنمونتي غير بالتليفون ما كنمونتيش بي سي ولا شي حاجه. كيف العاده انا اي حاجه اي فيديو جبتو لكم كنجيب لكم على اساس باش تستافدوا، كنجيب لكم شي حاجه اللي الناس اللي فريمون باغا تستافد باغا تعلم شي حاجه اللي بسيطه، ماشي ضروري تخسر فلوسك في شي حاجه اللي كبيره ولا دير شي حاجه اللي كتشوف عندها كبيره. سو هاد التطبيق هذا سميتو فيديو ماكر، راه هو هذا انا غندخل للداخل ديالو غنقول لكم الداخل ديالو باش كيخدموا فيه الداخل، ما صعيبش ما صعيبش السؤال كي راه ساهل، غير هو غنوريكم فين غادي تلقاو المشكل، ماشي المشكل غتبقاو تردو ليه البال، حيتاش المونتاج في التليفون اي واحد كيمونتي بالتليفون راه كيلقى المشكل في المونتاج، خصوصا واحد الحاجه اي واحد هاد اللعيبه هادي معروفه، اي واحد كيبغي يمونتي بالتليفون داك ابليكاسيون غيلقى المشكل في هاد اللعيبه. غنوريها لكم في هاد التطبيق هذا، هادشي اللي تيقول لكم سير تشارجيو التطبيق، راه التطبيق زوين وكلشي مفيه حتى مشكل، ولكن كاين مشكل في هاد الايام انك تغطي على هادو ولا هادي يقدر يمشي لك الفيديو كامل، فين كاين المشكل؟ كتكون كتقاد الفيديو كتقاد فيه تقرر تقرب تقاد فاش كتضغط على واحد البلاصه بلاصه ما تضغط على هادي كتضغط على هادي كيتمسح لك داكشي كامل اللي صايبتي، حيت كاين حفظ المسوده كتشد داك الفيديو كتحطو في المسوده ولا كدير واحد جديد، فاش كتبغي دير واحد جديد هذاك اللي كان عندك في المسوده كيمشي، راه هنا فين كاين المشكل. المهم علاش داك المشكل راه مع الوقت غتولي فعلا ما غتبقاش تسوق ليها هذا الشيء. وحاجه اخرى هاد التطبيق هذا ما فيهش ديك الاعلان اللي تحت، ديك الاعلان اللي تيكون لتحت تيقول ليه اللوغو ولا شي يقول ليه كاع السميه، تيقول ليه كاع السميه ديال التطبيق مثلا كتكون لتحت كاع، باش كتكون كتمونتي شي فيديو بالتليفون كتكون واحد السميه لتحت ما كتبغيش تحيد هاديك كتحيد بالفلوس. هاد التطبيق هذا ما فيهش فيش ديك اللعيبه كتمونتي بحال لا كتمونتي بحال هكا واش كامل كيبان كلشي كيبان، ما فيهش داك الاعلان بتاتا، داك الاعلان الا بغيتي تحيدو خصك تخلص عليه، يعني ما تقدرش تحيدو ديك السميه كتبقى تكون لتحت الفيديو، ما عرفتش يقول لي بسم تيقول لي سميت التطبيق راه تيكون لتحت بحال تيك توك، فاش كتصور مثلا شي فيديو في تيك توك ضروري تيك توك كتكون مكتوبه الفوق هنايا ولا لتحت، ديال شي ديال مول مثلا اللي دار شي فيديو كيحطو ضروري كتكون تيك توك مكتوبه الفوق ولا مكتوبه لتحت، هذا ما فيهش. كاين بزاف التطبيقات فيهم هاد القضيه هادي، هاد التطبيق هذا ما فيهش هادشي بس مزيان. سو دابا غندخلو للداخل ديالو ونقول لكم كيفاش كيخدمو به الداخل. فوالا دابا غندخلو للداخل ديال التطبيق، التطبيق اللي هو شتو فيديو، هو فيديو ماكر هو هذا، غندخلو ليه للداخل ساهل ماهل للداخل، اول ما كتدخل ليه للداخل كتجي كتضغط على هاد الزائد هادي هاد بلوس تدخل ليها، هنا فوالا كنختارو شي فيديو، انا مثلا غنختار هذا هو كنختارو هذا، كاين هادي كدير على حساب الحجم ديال الفيديو كيفاش بغيتي يكون، واش بغيتي على حساب انستغرام بحال هكا ولا ستوري ديال انستغرام تيكون هكا ولا اليوتيوب ولا تيك توك ولا على حساب الحجم اللي بغيتي انت، هنا كدير الحجم اللي بغيتي، انا غنختار اليوتيوب باش الفيديو نحطو في اليوتيوب، كدير بحال هكا كتجي لهادي كتقلب غير التصويره ديال الفيديو بحال هكا مرة في اليسار ولا بغيتي تجلس اليمين بحال هكا، هادي كتقلب تصوير الفيديو كي بحال هكا بحال هكا كتقلبها فوالا، هادي كتنقص صوت الفيديو هاكي كتنقصو كتقصو صافي مكيبقاش يتسمع نقلب التصويرة فوالا، هنا أنا كدير ليه شي صوت مثلا كتنقص ليه الصوت كدير ليه شي صوت نتا اللي بغيتي كتعلق عليه بشي صوت كيما كيديرو دوك صحاب الطابخ ولا شي حاجة فوالا، كندير غير دوك الحوايج المهمين هادي الا بغيتي تزيد من السرعه ديال الفيديو الا بغيتي تنقص منه، هنا هكا هو دابا هنا ثقيل شتو هنا كيبان ثقيل بزاف شويه بشويه شتو هادي بقى يسرع، ها هو ها هو
هذا هو الحجم العادي ديالو الطبيعي ديالو، هو باش الاولى اللي كان فيه انا عاوتاني كتزيد، هو غادي كيزيد. شوف هنا وشوف هنا، انا تخيل بزاف، انا خفيف. فوالا هو رجعتو للحجم العادي ديالو، او تاني كتجي لهادي هنا. هنا كتدخل الا بغيتي شي تصويره هنايا، هنا كتجي الا شي حاجه كتحطها شي تصويره ولا شي حاجه كتجي هنا. كنختار مثلا هاد الحلوه هادي كنشدوها كنديروها هنايا، كديرها مع شي لقطه ولا شي حاجه. دويتي مثلا على الحلوه كتبقى كتحط تصور الحلوه هنا كتبان لك بحال هكا، فوالا بحال هكا مثلا. هاي هي غتمشي دابا، غتمشي مثلا دويتي عليها بحال هكا صافي كتمشي. فوالا ندوز مرحلة أخرى، كنجيو لهادي، هادي كتكتب شي حاجة مثلا، كدير أي حاجة، كورة، هاي كورة، كتكتب مثلا كتجيبها شي حاجة كتكتب كورة، كتجي لهنا كتبدل ليها اللون، فهمت؟ أو تاني هادي كدير ليها واحد الطريقة أخرى بحال هكا، أو تاني هادي كتغلط ديك الكتابة، هاهي، هنا كتقد كلشي، سهل، كتكتب بحال هكا. فوالا في حالة أخرى كتجيها تاني لهادي، أنا كتبدل ليه اللون على حسب هنايا، ولكن هادو لا عادو كيتباعو، هادو خاصك تشريهم، ماشي ضروري مابقا تخدم غير بداك اللون العادي اللي كان فيه أصلا أحسن ليك، ولا على حسب الإضاءة وداكشي راه كتصيب الإضاءة راسك بلا ما تدخل تبقى تزوق فيها، إلا رحتي في اليوتيوب يقدر يطلع ليك اللون عيان. فوالا كتجي لهادي هنا فيك تكون كيتبدل اللون هنا، شتو اللون ديالي كيكون خايب واخا هكاك شتو اللون تيكون خايب، الأحسن ملي كنخدم ديما بالعادي بحال هدا العادي ديما. فوالا كدير ديك المزيكا اللي بغيتي من هادو بحال دابا هادو، بلاتي ندير شي وحدة مفيهاش كوبي رايت، كاين هنا بزاف مفيهمش كوبي رايت مثلا هادي بحال هكا، شتو كدير ليك موسيقى لي راه بديرو معاها. فوالا هنا كتنقص ليه كاع الصوت، صوت الموسيقى بحال هكا، كتنقص صوت الموسيقى وكتزيد صوت الفيديو بحال هكا. فوالا غنحيد دابا هادي، هنا هادي بقات هادي كتمسح فاش كتهضر ليك كتمسح بهادي بحال هكا، وهادي كتقطع بيها بحال هكا، كتقطع بيها الفيديو بحال هكا. بغيتي تقطع شويه من هنا وشويه من هنا، بغيتي تقسمه في النص بحال هكا، بحال دابا قسمتي بحال هكا، انت كيولي عندك جوج، ها هو عطاك جوج هادي وهادي. فوالا هكا داير الشرح ديال هاد الداخل ديالو. فوالا هادا فاش كتقد مدال الفيديو بحال هكا كتجي لهنا كدير اوكي، كدير بحال هكا الفيديو كيتجمع بالفيديو، غنتسناو حتى يتجمع ونوريكم البلاصه اللي خصكم تردوا ليها البال. فوالا هو الفيديو ديالنا دابا تجمع كما كتشوفوا، فوالا كنرجعو بحال هكا. فاش كتبغي تخرج حاول ما تضغطش على هاد الحمره هادي، الا ضغطتي على هاد الحمره ديك الفيديو كامل راه كيمشي ليك، الا ضغطتي على البيضه كيبقى، انت كتضغط على البيضه ها هو، فاش كتجي لهنا كتضغط على هاد البيضه كتخرج على ديك الفيديو اللي كنتي كتقاد، الا ضغطتي على الحمراء راه كيمشي لك كامل كتعاود واحد اخر من جديد، باش كنضغط على البيضاء كنخرج فيه ها هو. فاش كتبغي تخرج مثلا حتى من بعد وتقادو كتخرج بحال هكا، الا ضغطتي على الحمراء راه غيمشي لك، حاول تغدي ديما على البيضاء شي يبقى لك ديما يبقى لك هنايا، تبقى كتقاد واحد اخر جديد كتضغط عاوتاني على هاد الحمراء هادي كتزيد كتقاد واحد اخر جديد. فوالا هكا داير التطبيق، التطبيق راه ساهل ماشي حاجة اللي صعيبة. فوالا كنوصلو لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو يعجبكم وكنتمنى تستافدو، اللي بغا يشارجي التطبيق هو في بلاي ستور، كاين في بلاي ستور هو هاد السمية معروفة، هادي هادي السمية هادي راه معروفة بزاف كاينة في بلاي ستور، سير تشارجيوه راه زوين راه غادي ينفعكم. كتشارجي مونتي بيه بزاف الفيديوهات اللي شفتهم انت قدام، كنت كنمونتي بيه باش كنت كنمونتي بيه، مكنتش كنمونتي بشي حاجة اللي كبيرة ولا بي سي ولا داكشي. سو شي كاين اللي عجبو الفيديو دير واحد لايك، بارطاجيه مع صحابك اللي بغا يبغى يستفد كيما استفدت انت. سو شي اللي كاين، تهلاو ديروا لايك لايك لايك. Baby boy, oh.